وكان في تلج جامد جدا بينا، حتى في العلاقات الشخصيه كانت بيبقى فيها شويه اكشن، وجود بقى لعيبه محترفين. شكري بالظبط. طب كابتن خلينا نيجي لشكري، بس خلينا نعيش في اللحظه الجميله دي. طبعا رفع كاس مصر يعني في موسم استثنائي للكره الطائره رجال، يعني بحضور مجموعه كبيره من اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد الضماطي، ايضا انا مش شايف الصوره كويس، في الاستاذ عمرو فاروق طبعا، ويعني قصدي اقول لك انه والكابتن محمد سراج طبعا رجع من المانيا وموجود متواجد بشكل كبير، هو الاستاذ محمد الجرحي وكابتن محمد انجيل ايضا، كابتن طارق انجيل انا اسف، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ده لحظه رفع الكاس طبعا بيرفعوا الفريق النادي الاهلي، لحظه لا تعوض، مكسب وموسم طويل، موسم استثنائي، اكيد لحظات جميله ولحظات سعيده تغلبوا فيها على كل شيء النادي الاهلي الحقيقه، تغلبوا على الاصابات، تغلبوا على الاجهاد طول الموسم ورفع الاحمال التدريبيه بشكل كبير، تغلبوا على ضغط الماتشات الحقيقه، ثلاث ماتشات، ثلاث بطولات في اقل من شهر، الدوري، كاس، بطوله افريقيه، تغلبوا على ذلك الحقيقه. كانوا رجاله ما حسوش لحظه ان هم زهقوا او ان لا اكتفينا، لا عندهم نهم كبير قوي البطولات. تحيه كبيره جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، تحيه كبيره جدا لاداره النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، تحيه كبيره جدا للجهاز الفني بقياده الكابتن محمد مصالح ميدو، تحيه للاعبين اللي ما قابلوش غير بالمركز الاول. طب